باسم الآب والابن والروح القدس. أيها الأحبة، إن هذا الإنجيل المقدس الذي سمعناه نجد فيه الفرح العظيم في قلب إنسان كان يعيش الخطيئة في الفساد، ولكن لما سمع أن يسوع كان مارا في أريحا، فضوله دفعه أن يرى من هو يسوع الذي يسمع به. يسوع أتى على الطريق التي تمر قرب جميزة، وهذا لم يكن من باب الصدفة. الرب يعرف خفايا القلوب ويعرف كل شيء. الرب عرف تساؤل زكى، من هو هذا الشخص؟ قال زكى. يسوع مر في هذا الطريق الذي يمر قرب جميزة، فزكى لفضوله صعد إلى الجميزة، وعندما قرب الرب يسوع منها رفع عينيه إلى زكى وقال له: زل فإني سأمكث عندك في بيتك. كما قلت، مرور يسوع ليس كان بالصدفة، بل كان من أجل أن يخلص هذا الفاسد. وما أقصد بهذا؟ ما يعني الفساد هنا؟ زكى كان جاب الضرائب، كان عشار، والرومانيون كانوا يختارون شخصا يأتي لهم بأكثر قيمة، أي كانوا يشتبون المال من اليهود. فزكى هو من هؤلاء، كان يذهب إلى اليهود أو إلى اليهود في مدينة زكى، في مدينة أريحا، ولكن لم يطلب منهم ما هو شرعي، ما هو قانوني. كان يأخذ منهم أكثر ما يجب، فما زاد عن الضريبة يضعه في جيبه. ولذلك العشارون كانوا مرفوضون من الشعب اليهودي، على الأقل في قلوبهم كان اليهودي يكره العشار، يكره جاب الضرائب، ولا سيما زكى لأنه كان رئيسا للعشارين. اليهود كانوا يعتبرون أن العشارين يظلمون الناس ويغتصبون أموالهم،
كما سمعنا أن يسوع أخذ هذه الطريق لينظر إلى زكا الذي صعد إلى جميزته ودعاه إلى أسفل وقال له سأبيت اليوم عندك. فرح جدا زكا لأن شيئا تحرك في قلبه، لأن كلمة الرب حولته من حالته الفاسدة إلى حالة فيها كامل الفرح، فنزل بسرعة وذهب مع يسوع إلى بيته. فالفريسيون وجميع الناس أي الجمع الذي كان مرافقا ليسوع تمتموا وتذمروا واعترضوا بأن يسوع ذهب مع فريسي خاطئ، هذا الذي يأكل مال الناس، هذا الذي يؤلمهم. ولكن الرب أتى ليخلص الخطأ، ليخلص ما قد هلك. زكا أراد أن يرى يسوع من هو. زكيا كان لأنه تبع يسوع، وغنيا عندما دخل إلى البيت قال زكا ليسوع إني أقدم نصف أموالي للفقراء، وإن كنت قد غبنت أحدا أرده أربعة أضعاف، أي إذا كنت سرقت مالا من أحد أرده أربعة أضعاف. وهذا ما يقوله الناموس. يسوع أتى إلى الخطأ لكي يرجعهم إليه، ولكنه كان يحارب من المدعين القداسة ومن المدعين أنهم يخصون الله. في إنجيل مرقس نرى أمرا مشابها، يسوع اختار لاوي بن حلفة الذي كان جالسا عند مكان الجباية وقال له اتبعني، فقام وتبعه. ماذا فعل اللاوي؟ واللاوي هو مساعد، هذا اسم أخذ من الشخص الذي يساعد الكاهن. ترك للحال كل ما يملك وتبع يسوع. بعد إذن كان يسوع يأكل معه ومع العشارين في بيته، وعندما سمع يسوع تذمر العشارون والخطأ. حينئذ قال لهم يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا لم آتي لأدعو قديسين، أنا لم آتي لأدعو أبرارا، بل خطأ إلى التوبة. بينما يتصرف زكا كإنسان فاسد وبخيل أيضا، عرف الرب يسوع أمنيته، لأنه
كما قلت يقرأ قلوبنا ويعرف بماذا نفكر. عندما دخل يسوع إلى بيت زكا أراد أن يرفعه إلى المستوى الذي فيه يصبح الإنسان قريبا من الله، وكما فعل يسوع رفع عينيه إلى الشجرة ليأتي به إلى أسفل، لأنه يجب أن نكون حيث يسوع يكون. أسفل يصبح أعلى، الفقير يصبح غني. نحن نرتل في الكنيسة بعد قليل لنطرح عنا كل الاهتمامات الدنيوية لنستقبل ملك الكل. الرب يسوع أتى إلينا لكي لا نهتم بأمور سافهة وبأمور لا تحتاج إلى الاهتمام أو الهم، بل أن نهتم بما هو مفيد من أجل الخلاص، أي من أجل أن نصعد من أسفل من عالم الخطايا إلى عالم البركة الذي هذا هو في المسيح يسوع. بعد أن استقبل زكا الرب يسوع كما قلنا ابتدأ الخطاط، ابتدأ العشار، ابتدأ الفريسيون يتذمرون، ولكن زكا كان في فرح كبير لأنه وجد يسوع في بيته. يسوع نادى زكا باسمه، يا زكا انزل، فاليوم سأكون في بيتك. الرب يعرف أسماءنا، الرب يعرفنا. ربما قد تساءل زكا كيف عرفني، كيف عرف اسمي؟ الرب يعرف أسماءنا، ولكن سيعطينا أسماء جديدة عندما نعرفه. في كنيستنا عندما يعمد الطفل يعطى اسما جديدا. عندما نعمد الطفل نعطيه اسما جديدا، والاسم الجديد لا يكون عالمي، الاسم الجديد يكون اسم قديس. تعرفوا، وإذا كنت في عمادي لاحظوا هالأمر، إنه الكاهن بيسمي الطفل أو الكبير إذا عمد باسم مسيحي، حتى ولو كان اسم الشخص لقديس أو آخر. لماذا يغير الاسم؟ لأن الإنسان العتيق، الإنسان القديم بيسوع قد زال، وبالمسيح نحصل على اسم جديد، أي نصبح خليقة جديدة. في المعمودية نميت الخطايا في المياه، أي ندخلها في القبر كما أدخلها يسوع ونقوم طاهرين.
أنقياء، قلوبنا مفتوحة وتصبح قلوبنا كما نقول عن بطن العذراء، عن أحشاء العذراء. ماذا نقول؟ أوسع من السماوات. لماذا نقول أوسع من السماوات؟ لمن مرتل المديح من عيدها القول، لأنها وسعت الإله في داخلها. فعندما نتقبل يسوع في داخلنا يصبح قلبنا أوسع من السماوات، لأن يسوع لا يحده مكان، لا يحده مكان. هناك كثير من الناس السيئين يجبرون أن يتصرفوا كنزهاء بسبب القانون. تعرفوا أمر يظهر عند، خلينا نحط لكم الصورة اللي شفتها أنا. أنا كنت بنيويورك، عشت 6 سنين عم بدرس. بالليل عندما تطفئ الأنوار أو تنطفئ، هي ما كتير هناك تنطفئ الأنوار ولو لنص ساعة، بيفلتوا كل الناس. معناتها الناس كانوا أوادم لأنه في قانون، يعني معناتها الناس مين أوادم؟ هولي بدون عصا تيمشوا مظبوط. وانا بتمنى بهالبلد يستعمل العصا، بهالبلد ما عاد في عصي، ما عاد في قانون. يعني ما رح اقول، بس ما بنعرف لمين بدنا نلتفت حتى يستعمل قانون العصا. فإذا الناس السيئون يجبرون أن يكونوا نزهاء بسبب القانون، بسبب الناموس. الله لم يجبر أحدا على شيء. زكى أصبح آدم نزيه باختياره الحر. راد يعرف عن يسوع اللي كل الناس لقته. وتخيلوا هالإنسان بشايف حاله على كل الناس بيقدر ياخد مصرياتهم. تتخيلوا كان قصير، قصير القامة. تتخيلوا هيك إنسان يطلع على شجرة؟ تخيلوا شي نايب عنا يطلع على شجرة، إذا قالوا له يسوع بده يمر من هون وكان قصير القامة. هالإنسان اللي كل الناس بتخاف منه حتى ما ياخد أكثر بكثير بكثير من المفروض، أو ما يفتح هيك دراج ويقول له ما بتمشي عمليتك إلا ما تحط هون. إذن أصبح زكى نزيها باختياره الحلو، وذلك بأن يسوع عرف أنه تاب كليا. في ذلك اليوم تغيرت حياة زكى، تحولت، وذلك التحول تحقق لأن يسوع دخل بيته، أي دخل قلبه. في كل مرة نستقبل يسوع في حياتنا لا يمكن أن نبقى كما كنا قبلا. كل مرة نفتح الباب بيقول بالرؤية أنا أقف وراء الباب وأدق، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معي.
يسوع دايما عند قلوبنا، ولكن مين بيفتح؟ مين بيفتح قلبه حتى يدخل يسوع؟ نصبح خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، فبالمسيح الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل صار جديدا. عندما يستمع يسوع بتوبة زكا قال: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت. زكى الذي ضل بسبب خطيئته وعدم إيمانه للحال خلص. لهذا السبب تجسد الرب يسوع ليخلص ما قد هلك. لهذا دخل بيت العشار. ولكن لماذا لم يكن لزكى المناسبة ليتوب؟ كان ابن إبراهيم ولكن باللحم والدم، ولكنه الآن صار ابن إبراهيم بالإيمان. آمن إبراهيم وحسب له ذلك برا. إذن يسوع أتى إلينا لكي يرجعنا من الخطيئة إلى حياة فيها حضوره. هذا كالابن الضال. الأب كان يذهب وينتظر لكي يأتي ابنه إليه ويدخله إلى البيت من جديد مكرما. نأمل نحن ونرجو أن يساعدنا الرب أن نفتح له قلوبنا لكي يسكن فيها ويقدسنا إلى الأبد. آمين.